مساء الخير. ما تلاحظوا كل ما تقابلوا واحد من التجارة وعنده تجارة وعنده مشروع وتقول له ها كيف البزنس حقك إيش الأخبار، أغلبهم يقول لك اقتصاد طايح، ما في قوة شرائية، تراجعت القوة الشرائية، الناس خايفة، ما في سوق. لكن المقالة اللي قريتها صراحة اليوم تقول لك إنه ممكن يكون الاقتصاد في ركود لكن العالم بيتغير ونحن ما احنا منتبهين. فايش الحل؟ الحل انك انت تشوف ايش البزنس موديل حقك او ايش منظومة العمل الموجودة عندك. قد تكون المشكلة موجودة هنا، فما هننتظر انه الاقتصاد يتحسن، لكن نشتغل على شركاتنا من الداخل ونشوف ايش المنظومة اللي احنا شغالين فيها ونحاول نطورها ونعصرنها عشان تتماشى مع التغييرات. فلو مثلا في ركود في قطاع معين، مثلا قطاع الأكل في ركود، الناس بطلت تأكل، لكن في نفس الوقت حتلاقي شركات توصيل الأكل في تسارع ونمو. في قطاع السيارات لو الناس بطلت هونت شوي في شراء السيارات، في نفس الوقت هذا حتلاقي شركات زي أوبر وكريم في العالم كله في نمو متزايد. لو الجامعات الطلبة بدأوا يعني يلاقوا مصاريف الدراسة صعبة أو غالية، فيصير في ركود في عدد الطلاب. في نفس الوقت حتلاقي التعليم عن بعد بيزيد. مثلا قطاع التجزئة لقينا محلات كبيرة عالمية بتقفل، ما في سوق، الناس خلاص خفت، فصار في ركود جامد. لكن حتلاقي نمو في قطاع التجزئة كبير جدا 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 وهو متسارع في الأونلاين. فهو نفس القطاع تجزئة لكنه أونلاين. إذا نتغير بس البزنس موديل شوية، بدل ما أبيع بفيزيكال ستور أفتح محلات، لا أفتح ويب سايت واحد وابليكيشن ويمشي الحال. فصح في ركود، لكن لما تيجي تشتغل على البزنس موديل حقك وتقدر تغيره شوية تقدر تنجح وتخرج من هذا الركود. فهو هنا التحدي، شوف أنت إيش بتبيع، إيش بتعمل، إيش طريقة